السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك حال؟ منيح. دخيل عينك، تعرفني وين صار بيت أبو غانم؟ أبو غانم، أبو غانم، ما في اسم أبو غانم. لك أبو غانم بضيعتكم شبنا؟ والله يا عم بهالضيعة ما في واحد اسمه أبو غانم. شو عم تحكي؟ يفضح حيمك يا أبو غانم، والله ما في. طيب تعرف إنه نوع عيلة؟ لا والله ما بعرف. والله ما في. الله لا يوفق. السلام عليكم. وعليكم السلام، والله معك. بس هن طلاليين ما بيخافوا الله. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليهم. ايوه، والسحوره اللي لقوها ببيتهم كاني سحوره. لك روح اسال مرت اخوك واختك منين جابوا سحوره ودهوروني فيها. وبنتك كمان دهورتك؟ بنتي كمان انجس من هون. بعدين شو عرفك ما يكونوا هددوها وخوفوها يطلقوها وياخذوا ابنها منها؟ شو عرفك؟ قوم روح لعند أخوك محجوب وقل له بدنا نجوز صفوان الجمعة الجاية، شوف شو بيقول لك، بيرضى معك؟ لك شو قل له؟ قلت له أصلاً، أنا قلت له. قلت له؟ وشو قال لك؟ قال لي استنى لحتى يصير 40 أم نجيب. أم نجيب فك عزاها، لك جوزها، جوزها داير من قرنة لقرنة بده يتجوز، يعني ما عاد إلى عزا، أخوك ما له حجة. قل له، خلص بقول له ليش لحتى ما قل له، قل له. ليك عدنا؟ وعم نبه عليك من هلا، اختك ام وضاح ما لا جاي على عرس صفوان، لا هي ولا ام خيره. ولك يا حرمه شو عم تحكي انتي؟ نسيتي افضال صهري ابو وضاح ولا اختي علينا؟ والله انا هذا اللي عندي. وكمان بتقول له لاخوك محجوب انه مرته ما لا فوتي على البيت. ايه، ولك وحده بنتها متجوزه عنا ممنوع تزورها؟ بالله شو؟ ليش نسيت شو عملوا فيي؟ مو منعوني عن شوفة بنتي؟ بدي أعمل فيهم مثل ما سأو فيني. ها؟ ايه بس مرتخي ما عملت لنا سحورة. بس يا أبو بس، أنا لقيت الحل. أنو حل؟ هلأ منروح على الحمام منفوت عليهم خبط لزق. خبط لزق؟ أنا بدي فرتي. لك أبو غانم سيد ناسي، أبو غانم شبكو؟ أبو غانم، أبو غانم، ما في أبو غانم بهالضيعة؟ لك إيه عرفته. مين هو؟ لك هذا قصده عبود الطن. إيوة، إيه اللي عبود الطن من الأول؟ عبود الطن؟ هيك اسمه عبود الطن؟ إيه عمي، إيه هذا ما حدا بيعرفه بهالضيعة غير بهالاسم، هذا اللي طنه بهالزمان. إيوة. وليش عم تضحكوا سيد راسي؟ ليكون حكينا شي بضحك ما تغزونا ها؟ لا عمي لا، نحن ما عم نضحك عليك. إيه سيدي، بتروح بهاي الحارة. ايوه، بفوت بالحاره اللي على اليمين. ايه، بتلاقي في طنبر. ايه، قدام الطنبر في مصطبه. ايوه، هذا بيت عبود الطن. كتر خيركم سيد راسي، السلام عليكم. تفضل يا عمي صبيت، خلينا ياكم بالرجعه سيدي، بالرجعه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. اهلا يا ابن نجيب. اهلا وسهلين، اهلا وسهلين، شلونك سيدي؟ والله الحمد لله. الله يسامحك، الله يسامحك يا أبو غانم على هالعملة. نطف قلبي يا رجل، نطف قلبي من الصبح وأنا أقول لهم أبو غانم أبو غانم وما كان حدا يعرفك. إيه اللي من أول إنه اسمك عبود الطن؟ شو؟ مين قال لك إنه اسمي عبود الطن؟ والله سألت فيه شباب الضيعة هون قاعدين على الدكة، قلت لهم أبو غانم، قالوا لي هذا اسمه عبود الطن. هدول أكيد أولاد عبطان، عليهم يا شباب. لك شو صار لهم هدول؟ الله يخرب بيتك، ضروري تحكي هالكلمة. لك شو حكينا سيد راسي، شو حكينا؟ لساتك واقف؟ هلا بيمسحوا فيك السرامي، روح اهرب. وليه؟ اهرب يا فكيك. يلا الله لا يوفقك يا ابن الحرام، علقت البلد ببعضها. الله لا يوفقك، كل على الضيعة. الله لا يوفقك.